إليه، اسمع إليه وهو ينادي في الحديث القدسي الجليل فيقول مولانا جل جلاله اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر غيري. اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من وجد منصورا مظلوما، اشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. إلهي يا إلهي يا من تنادي على العباد أجمعين وتقول يا عبادي يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا أسألك أن تجعل العزة
بعث لأمة حبيبك محمد. اليوم يوم الجمعة والشهر رمضان والساعة ساعة الإجابة، وأنا العبد الفقير بين يديك أسألك، لا أسألك نفسي ولا أسألك مالا ولا أسألك جاها ولا أسألك منصبا من مصائب الدنيا ومناصبها الزائدة، أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. انصرنا انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. اسمع الى سيدنا وهو يحذر الظالمين من دعوة المظلومين فيقول، يقول السيد الجليل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الله جل جلاله ذاته ويقول لصاحبها وعزتي افتح لها ابواب السماء. من الذي يستقبلها؟ الله، الله ذاته، الله ذاته يستقبل دعوة المظلوم ويفتح امامها جميع ابواب السماء ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ابن آدم يا ابن آدم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم الظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك، تنام عيناك يا ظالم، تنام عيناك يا ظالم، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، عين الله لم تنم.